مرحبا بكم جدد مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة النهار تي في كما العادة عبر الكاميرا الخفية. وش داني نركب كما العادة روحوا نرفدوا ان سيتوان رايح يقضي شغله ولا رايح الخدمة ولا حتى يلقى روحه مع دو جون خاطفين طفل يضرك فاش حتكون لا رياكسيون تاع لوكا تاع نهار اليوم. خليكم تشوفوا معنا. أنا كي زعما تحكي في التليفون. استنيت تشوفي واش حيصرا فيك. زيالي مشيت علاش تقتي فينا شويه اخونا صباح وانت تقلقش. وي واش كتهضر؟ دوك نعاود لك صح واش كتهضر؟ اقتي فينا شويه اخونا. لا خويا ما تقلقش في امان ونوصلها مبريسيني عليها. اقتي فينا برك خويا. عايشة ها؟ عايشة ولا علاش؟ قوم جاني دور. عايشة. الو. اش مرات الله قوش خونا؟ اش مرات الله قوش؟ اش مرات الله قوش؟ ثقة اختي. وين رحتي روحي؟ السلام عليكم. روحي لنا مدام داخل تشوف الثقة. السلام عليكم. شخصية ولا شنو؟ كاين سيخ شنو باش يحب تهضر معكم؟ راه معنا. اسمع لونسيتو سيارة هبط شو معايا خويا. وين؟ انا في البراجة. ما كان وين؟ هاي صح خويا. معليش تهضر معاك صح افهم منها. نعم مدام جاهد ركبت لي تحت. جاهد طفل صغير قال لي يسرقوني. انا ما قلت له حطني هنا. شفنا برك طفل ينوصى وهذا كذا هو عطيه وثيقه. معليش نهضر عطيني وثيقه. عطيه وثيقه هو عشان يضعني. اروح خونا اروح هبط هبط. معليش معليش هبط. وش الداني انا نركب صاحبي. اروح شيل لنا مدام. عمل طلعت طفل بداته هي طلعت معاها عاكتي. اصبري مدام. نعم كاين عمليه اختطاف ما على بالك زعما. انا ركب معايا انت ركبت معايا. انا نعيط لبابا ثاني بابا بولي. ما تعيطيش حبسي شوفي غير الزوم. والله مركب معايا والله العظيم مركب معايا غير دقلها لي في ودني. والله ما تعيطيش والله مدام. حطي قلنا ما تحكيش مدام. مين نفتي مدام؟ ما رفدتوش خويا ما نعرفوش. صافي طلع معاك. ما طلعش معايا سامي ما نعرفوش. قال هاني جيعة والله ما طلع معايا. شري لك الماكلة. كيفاش كنتي تكذب عليك؟ نعيط لبابا انا. ما كان لا باباك لا والو هنايا مدام. طفل وين كنتي مدياتو؟ ربي يهديكم ما نعرفوش. مدام انا نقول لك طفل وين كنتي مدياتو؟ انا نهضر معك باحترام وحطي تليفون. حطي تليفون نهضر معاك. انا نتكلم معاك. بابا عيطي لبابا عيطي له راني حبسوني طاكسي قالوا لي خطفت طفل صغير. انا عمه حطي تليفون. طلعت دوكا في طاكسي صغير قالوا مركبين طفل صغير قالوا لي سرقتي طفل صغير. انا نحيتك في تليفوني ما توجعش. ياو عيطي ولا ريحي ياو راحت فيك. كيفاش جبدات كيفاش؟ قدي جبت لي التليفون ديك عند خالك. ديك عند خالك؟ كورا محوج كورا. وفي لامر. شحال عليك لامر؟ اش كاين هنا الاخت؟ ايه حوايجو ياه. وراكي معوله؟ خلص. معليش مرحبا به. كنتي مدي طفل مدام؟ خويا طفل ما نعرفوش. انا راني طاكسيير هالي كل هجرة. تحيي ديك خويا انت واش تدير لنا نتيتك؟ راه معاك مدام. واش معايا كي تخبي اللي راهو معايا طفل؟ نعم نراهو. لا شفتو معاها وساكودو قال يديروا في لامار. لامار انا جاي بالطاكسي فتني خونا حبسنا في بلاصه اودا. طلعت هادي لاجون في بالعراض ما على باليش. طلعت لا طلعتي مع الطفل وحطيتي كرطاب من اللور. من بعد قتلو قتلو خلينا نروحو. اش فيها الحكايه؟ دكتور روحي كوميساريا سينيو بي في. وانتي اللي سرقتيه. روحوا كوميسارية ماشي مشكل. روحوا كاع كوميسارية كاع. معليش انا نقول حاجة. ما انت في كلوش. جبتيها معك من الباسيناش الله يحفظك. لا قوة الا بالله العلي العظيم يا اختي ما تباسيناش الله يجازيك. الله يرضى. خلوا ولاسك فيك. معليش انا نقول لك انا صعبان عن بابا. دوك تكاشي مليح يا ماما. معليش صح. اوكي صبري برك.
ياسين بيطيح بوحده طويله. كيف خاف اللي ده بوليس؟ اعطني شوف اعطني الكار تاعك للبوليس. وريت لك الباص سي بون. اه يا وليد شكيت فيك بلي ماشي بوليسي. سي بون صافي غير ندير هذا. اه وشنو عندك؟ عندي تاع بابا. عندك تاع باباك؟ انا تاعي. اه صح هبط للدار شي دي باسكيت عمري. ماما طلعت للدار وانا راني طالع الحيدر عندي فوجي. رقدت في الطاكسي حبست الكومباغازا هذا تلقى لي فيه ودنيا سرقوني قلت له حطني هنا هنا نهبط. هذيك كومباغازا هذيك؟ نعم هذيك كومباغازا. يا دوره تقولي هذه الهضره بصح كاين حاجه الوليد يقول لك بلي فيا وانا ما نعرفوش والله ما نعرفو. حنا اكيد حنا تعطي خدمتها كيفاش الوليد يقول لك هاوليك خويا وجا راشي مع الزميل راه اخويا كومبليس معاك شد يدي ماما جايه ادي عند الزميل راه الزميل شدو معاك شدو مدام احترمي نفسك لاخر مره خويا يهبط خويا شوف احترمتيناش ما حاش نحترموك من فضلك يهبط خويا نهضر انا يهبط خويا دخل ورا ورايا ما نعرفوش خويا هذه مانيش نهضر ما نعرفوش وخلاص انا ولا اسمع انا بلا فمك ما طلعش معايا لا لا شفت معاك لا 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 هي تقول لك لي كومبليس مال طاكسيور بكوارطي خويا معليش دنا عليا دنا ربي يهديهم للدراري الصغار وصحة رمضانكم. مشاهدينا الكرام خلاص من النيميرو تاع نهار اليوم لا كاميرا كاشي وشداني نركب كما العاده كان معنا فيكتيم قدرنا نهبلوه شويه ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم وكنا خفاف وما طولناش عليكم بزاف وان شاء الله ثاني تكون عجبتكم الحلقه تاع نهار اليوم. نقول لكم ثاني باللي هذه لا كاميرا كاشي ماشي باش نخوفوا يعني المواطنين على ولادهم حنا درناها برك قصره ونقول لكم الله يدوم قصوكم ويعطيكم الصحه وصحه رمضانكم سلام.